النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. منصة أبواب التعليمية المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، التي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا هنا في مركز طقس عرب، والتي تشير إلى أن هناك كميات كبيرة من السحب والغيوم غطت مناطق المملكة مرافقة لتأثير المنخفض الجوي المصنف بأنه من الدرجة الثانية، وعبرت في ساعات الصباح جبهة هوائية كانت باردة وعالية الفعالية، عملت على هطول الأمطار في مناطق مختلفة من المملكة، كما أيضا ترافقت بتساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية. آخر صور أقمار صناعية تشير أن المنخفض الجوي تحرك بالاتجاه الشمالي الغربي الشمالي الشرقي، وأصبح يتمركز شمال شرق الأراضي السورية. ما زالت المملكة تحت تأثير تيارات هوائية شمالية غربية لغربية تجلب كميات من السحب والغيوم الممطرة. هذا ذاته ما تظهره خرائط توقعات النماذج الحاسوبية للأمطار، حيث تشير بأن المملكة مع ساعات مساء الجمعة وليلة الخميس على ليلة الجمعة على السبت ما زالت تحت تأثير بعض الزخات المطرية خاصة في المنطقة الشمالية وبعض المناطق الوسطى، ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار على شكل زخات خلال ساعات هذه الليلة ما بين الحين والآخر وحتى ساعات صباح يوم غد السبت، لكن تدريجيا اعتبارا من ساعات صباح يوم غد وخلال ساعات النهار تتراجع فرص هطول الأمطار وتتركز أكثر شيء في المناطق الشمالية، وصولا مع ساعات ما بعد الظهر تقريبا تصبح فرص الأمطار تدريجيا تقل لتصبح مع ساعات المساء والليل تقريبا شبه معدومة في أغلب ومعظم مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى. هذه الليلة الأجواء تكون بوجه عام باردة وغالبا غائمة، شديدة البرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، زخات من الأمطار متوقع بين الحين والآخر، ودرجة حرارة الصغرى في العاصمة عمان 5 درجات مئوية بمشيئة الله تعالى. هناك توقعات بعبور للسحب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض الأمر ديانا على حدوث وتشكل الضباب في المرتفعات الجبلية العالية. توقعات الأحوال الجوية خلال 3 أيام القادمة، يوم السبت 8 درجات مئوية، الأجواء تبقى باردة ودرجات حرارة أقل بكثير مما هو معتاد عليه لمثل هذا الوقت من العام، وتكون درجة حرارة الصغرى 6 درجات مئوية في ساعات الليل. يوم الأحد يتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتقترب من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، وتسجل درجة حرارة العظمى 11 درجة مئوية في ساعات النهار، تكون ليلا الصغرى 7 درجات مئوية. ارتفاع آخر على درجات حرارة متوقع يوم الاثنين، لتسجل درجة حرارة العظمى في العاصمة عمان 15 درجة مئوية في ساعات النهار و9 درجات مئوية في ساعات الليل، والأجواء تكون مشمسة بوجه عام. توقعات درجات الحرارة العظمى متوقعة يوم السبت والصغرى في ليلة السبت على الأحد نستعرضها معكم سوية. نبدأها من شمال المملكة في إربد 11-8، المفرق 10-5، جرش 10-7، وعجلون من 8 درجات مئوية خلال ساعات النهار، وتكون أيضا متشابهة معها في ساعات الليل. العاصمة عمان 8-6، الصلد 8-6، مأدبة 10-5، البحر المي 18-13، وفي أزرقاء من 11-7 درجات مئوية. جنوبا تكون في الكرك 9-6، الطفيرة 9-5، جبال الشرم من 6 درجات مئوية في ساعات النهار، تهبط بطنين إلى 0 مئوي، معان 13-5، وفي خليج العقبة ترتفع العظمى إلى 21 درجة مئوية في ساعات النهار، وتكون الصغرى ليلا 14 درجة مئوية. في المناطق الشرقية تكون في رويجد 15-5، الصفاوي 13-4، وفي الأزرق من 14-5 درجات مئوية. قبل الختام بعض التوصيات الهامة بشأن الأحوال الجوية: الانتباه أثناء القيادة بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية الناتج عن تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض. الأمر الآخر، أدعوكم دائما إلى مراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة في ظل انخفاض درجات الحرارة. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية هنا في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.